السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور يحيى الصافي من قناتكم قناة أحفر طريق النجاح. النهاردة أول فيديو لينا عن أسئلة المقالي، أسئلة المقالي اللي عاملة صداع لينا كلنا، مش عارفين هيبقى شكلها عامل إزاي، مش عارفين هنحلها إزاي، مش عارفين هنوصل لدرجتها إزاي، كلنا عاوزين نقفل درجاتها ومش عاوزين نسيب فيها أي درجة. عشان كده أنا عامل الفيديو ده، وهنعمل سلسلة فيديوهات عن أسئلة المقالي بإذن الله لغاية ما نوصل لتقفيل درجات أسئلة المقالي بإذن الله. فتابعوني وخليكم معايا واحدة واحدة إن شاء الله، بإذن الله ربنا يقدرني يا رب، وبإذن الله يخليكم يعني الطب في أسئلة المقال. أولا لازم أعرف طريقة أسئلة المقال هتيجي إزاي. لغاية دلوقتي ما عندناش صورة واضحة لأسئلة المقال، ولكن هنتوقع كده على بعض. أولا هنتوقع إن تكون بطريقة غير مستخدمة بكثرة، يعني ما تتوقعش إنها تيجي بمتفسر ولا علل ولا ماذا يحدث عند أسئلة بقى الإعدادي والأولى ثانوي والحاجات القديمة ديت، ولكن هتكون بطريقة طبعا مبتكرة أو بطريقة جديدة. يتوقع إن إحنا نستخدم الصور بكثرة، هتكون في عدد كبير جدا من الأسئلة فيها صور، ويبدأ يسألنا عن الصورة اللي موجودة ويقول لي بقى إيه سؤال كده مبتكر من الصورة. وطبعا ده اللي موجود في الكتب الخارجية أو معظم الكتب الخارجية، ولكن الأسئلة هتيجي بطريقة إيه مبتكرة شوية. طيب ايه كمان المطلوب؟ هيكون حاجة مباشرة، خلي بالكم مش هيبقى حاجة فيها لف ودوران، هتبقى المطلوب حاجة واحدة، يعني بحيث لا تحتمل الإجابة ايه ولا لف ولا دوران، ماشي؟ يعني من الآخر كده ايه الإجابة، صح يا غلط، يعني ما تتوقعش كده انت تقعد تكتب نص صفحة ماشي وفيها حتة صح وحتة غلط، وهو هيديك درجتين من خمسة زي ما كان بيحصل زمان، ولا ان انا اقعد الف وادور عليه. لا، ده هو هيبقى ايه سؤال ماشي وعامل زي الاختياري كده، يا صح يا غلط ماشي. فما تتوقعش ان انت ايه ده سؤال بقى ايه مقالي فانا هكتب فيه فهطل لي كده درجة من الاثنين ولا الثلاثة اللي على السؤال. لا لا، مفيش كلام ده. توقع ان السؤال هيكون مباشر، وان السؤال يحتمل الصحة او الخطأ، ومع ذلك هنشوف كمان شوية مش هكتب الكلمة فيديني الصح او اكتب الكلمة يديني الغلط لسه كمان، ده لان الموضوع ايه اكتر من كده شوية. طيب غالبا هيبقى في 7 اسئلة من 50 سؤال، اسئلة ايه؟ اسئلة مقالية. طيب يتوقع ان 4 منها هتكون افكارها ايه مباشرة او اسئلة سهلة فممكن احلها على طول بسهولة، ويتوقع ان فيها 3 هتكون عاوزة تفكير عميق شوية وتكون محتاجة ايه بعض التفكير وبعض الايه ان انا اركز في السؤال كويس جدا عشان اوصل للايه الاجابة اللي انا عاوزها. طيب الـ4 افكار مباشرة دي هرجع احلها على طول؟ طبعا لا، لازم افكر كويس ولازم اتدرب عليها ولازم اعرف ازاي احلها وازاي اوصل ليها. طيب تعال نشوف بقى طريقة الإجابة هتكون عاملة إزاي، وفركزوا معايا وفكروا معايا كويس هنكتب إيه. أولاً طريقة الإجابة، هو دلوقتي ده اللي اتقال لي واللي اتقال لنا كلنا، يعني اللي اتقال لي على لسان الوزير. جه على لسان الوزير إيه؟ إن الإجابات هتكون قصيرة ومحددة وواضحة، يعني ما تحاولش تطول ماشي، ما تحاولش تقعد كده تكتب إجابة إيه 5 6 سطور، لا حاول تكون إجابتك قصيرة ومحددة وواضحة عشان اللي بيحل ما يحسش إن أنت بتلف وتدور عليه. ماشي، انت عرفت الاجابه اكتبها، وانا عارف ان بعضكم بيبقى عارف الاجابه ولكن عاوز يزود من عنده علشان خاطر ايه ما يسيبش الهوا، صح؟ ولكن لا، حاول على قد ما تقدر تكون اجابتك ايه واضحه وصريحه. طيب توزيع الدرجات على خطوات الاجابه وليس على الحل النهائي، ده برضو كلام الوزير. طب ايه هي خطوات الاجابه بقى؟ يعني انا مش عارف الاجابه راح كتبها وخلاص؟ قال لي قبل كده الوزير من زمان نبه ان ايه انه يحتاج ان تكون الاجابه منضبطه بلاغيا وايه ونحويا. طب انا بلاغيا ونحويا بقى انا اقعد في الامتحان عندي وقت اقعد اظبطها بلاغيا ونحويا، واقعد بقى ابص على البلاغه والنحوي ومش عارف ايه والكلام من ده، عاوزين حل. طب ايه الحل؟ الحل موجود عندنا ان شاء الله، وكل حاجه باذن الله على القناه موجوده. طيب بصوا، ابسط حاجه عندي اهوت، اول حاجه حاول بدايه اجابتك ماشي، انت خلاص عرفت الاجابه، انت عرفت الاجابه وخلاص عاوز تاخد درجتك ماشي، لانك لو كتبت الاجابه مباشره هتنقص على الخطوات، هتنقص على ايه؟ على الخطوات، وانت مش عاوز تنقص على الخطوات، انت عاوز اجابتك تكون ايه؟ كامله. طيب حاول بدايه اجابتك دايما بجمله قويه بلاغيا ونحويا، مثل ايه؟ اول حاجه مثلا ممكن تقول بالعوده الى المعلومات المعطاه في السؤال فانه، طيب يعني ايه بدايه قويه للايه؟ للاجابه. لما اقول له ايه بالعوده الى المعلومات المعطاه في السؤال فانه، وراح كاتب الاجابه بتاعتي مثلا او ابدا اكمل الاجابه، هتبقى كده بدايه قويه وبدايه ايه يعني مثلا للسؤال. الراجل اللي بيصحح، اصل خلي بالك اللي بيصحح ده لا هو مدرس عربي ولا هو مدرس نحو ولا هو مدرس بلاغه، ده راجل ايه بتاع احياء، فلما يلاقيك بادئ كده فهي ايه هيقتنع بالاجابه، دي خطوه من الخطوات اللي هو بيبص عليها. طبعا الخطوه الواديه ما لهاش درجات، لو انت حلل اجابتك غلط هيديك صفر،
لكن انت لو اجابتك صح وحليت كده فانت راجل بتاخد درجات على الايه الخطوات دي. طيب لو في صورة قدامك فممكن نقول ايه؟ بالنظر الى الصورة التي امامنا فان، وطبعا اسم ان منصوب وايه واخبارها مرفوع، ما تقولوش تقول لي فان المبشرون مثلا يعني ايه، لا فان مثلا المؤمنون ماشي، فان ايه لازم ايه بعدها منصوب وبعدها ايه خبرها ايه مرفوع تمام. طيب من المعلومة السابقة اتضح ان يعني برضو ايه انا كده براجل بتكلم ايه باللغة العربية الفصحى، وراجل بتكلم بلاغيا كويس، وراجل بتكلم نحويا ايه كويس. طيب ان الخاصية الاسموزية، وقمت راح اعمل ايه كده فتحتين عشان ده ايه اسم ان، فيبقى انا راجل كده بتكلم نحويا كويس بلاغيا كويس، واكمل الجملة برضو، وخلال الجملة برضو ابقى حريص قوي في الايه في البلاغة والنحو بتاعي، يبقى دي خطوات الاجابة وليست ايه الاجابة المباشرة مرة واحدة، ولكن كده عملت خطوات اخد عليها ايه درجات. خلاص ده كده اول فيديو لينا ان شاء الله في الاسئله المقاليه وطريقه حلها وطريقه شكلها تمام، وهيكون لنا برضه فيديوهات ان شاء الله متتاليه على الايه الاسئله المقاليه، وباذن الله معاكم خطوه خطوه لحد ما نوصل لتقفيل الايه الاسئله المقاليه باذن الله الفتره اللي جايه، فتابعونا وان شاء الله يكون بالفايده ليكم. اتمنى اشوف كومنتاتكم على الفيديو لايكاتكم، واشوفكم على خير باذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.